السلام عليكم شباب، صافا لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، صحه مزيان ان شاء الله. غادي نحاول نكملوا ليكزيرسيس ديالنا. بقى لنا دابا نصاوبوا ان شاء الله لي اشيغ. دونك بار اكزومبل عندي هنايا في لاكور اونغليز غادي ندير داك لي اشيغ ديال لي كارو انكليني. غادي نجي لاوتي الاشيغ دوكيمونطاسيون اشيغ. هنا لاحظوا معايا مزيان، هنا سوا كندير دوبل كليك على لوتي الاشيغ ولا كندخل ديريكتومون ديالو بدو ريكلاج. هنا واحد الملاحظة، هنا غادي نشونجي تيب دو فاس. عندي باغ اكزومبل هنايا اشير كوبي ايتيليزي بور ابرونس اون كوب سون بروبريتي فيزيك. دونك انا غادي ناخذ مثلا اشير ديسكيس. اوكي، عندي فيه بليزيوغ شوا. باغ اكزومبل غادي نقلب على هاد الستيل هذا، مثلا غادي نجي لهاد فيونس 5 فوا 5 دياغونال. هنا كيمكن لي نشونجي لا كولور ديالو، نقولو مثلا ان بو بلو. هنا عندي لا كولور ديال الكونتور ديالو نوار. اونسويت هنا عندي ميثود دو كونستركسيون غادي نخليه سامبل. عندي هنا دياغونال، عندي هنا بوليغونال اكسيتيرا، غادي نخليه سامبل. دونك غادي نجي غادي نقول ليه اوكي. هنا تكنيك دو ديسان، واش سو فورم ريكتونغيلير ولا انكليني ولا بوليغونال. نورمالمون هنايا غادي نحاول نخدم به بوليغونال لحقاش ما عنديش ريكتونغل مقاد. دونك غادي نجي ناخد تيب بوليغونال بروميير بوان، دوزيام بوان، توازيام بوان، تخيام بوان. فوالا، هنا لاحظوا معايا واحد الملاحظة، غادي تلاحظوا بلي الشكل ديالي كيبان صغير بزاف. هنا عندنا جوج الحوايج، سوا كنسيليكسيونيه، ناخد سيليكسيون رابيد، سيليكسيونيه، اونطخون شونجي، نشوف شي ستيل لي غادي يكون كبير في لاطاي ديالو، فوالا، نشوف شي شكل لي هو قريب ليه. هنا يمكن لي ندفع الغولات باش كيعطيني لي ستيل لاخرين، يعني الباقية ديالهم. دونك هنايا غادي نشوف هاد البيطون تقريبا نفس لاطاي. في هاد الحالة هادي غادي ندخل لاسورس ديال هاد لواشيغ هدا، يعني ديجا أنا خديت بيطون. دونك غادي نمشي لأوبسيون، نتوما عقلو معايا مزيان، أتخيبي ليمون، وغادي نجي لاشير لي راكورسي ديالها هو كونترول الت اش. هنا عندي لي سباسمون هو عاطيني باغ ديفو 005، انا غادي نقول ليه مثلا 0.15 لا بالنسبة لا لارجور ولا بالنسبة لا هوتور. غادي نعاود نرجع اوبسيون اتريبي ليمون اشير. غادي نبدل هنايا، نسيت مبدلتش. دونك غادي نحاول ناخد بيطون. دونك لاحظتو معايا لي سباسمون مختلف على لو ستيل ديال لي كنت خديت في الاول. دونك انا غادي نقول ليه مثلا عندي ان 30، غادي نقول ليه مثلا دو سيكون دو سيكون باش يكون داك ليكيليبر. اي فوالا، كيف ما لاحظتو معايا هنايا، يعني حاولت ندخل لا سورس ديالو فين نقدر نغير لاطاي ديالو. هاد المسألة هادي كيمكن لي نديرها بطريقة واحدة أخرى، يعني في عوض من نغير لا سورس ديال داك التيب نقدر نديبليكي هو الأول باش يبقى ليا الأصلي ديمونسيون ديالو، وكندير واحد أخر بسمية واحدة أخرى وكنبدل ليه لاطاي ديالو. من بعد نشوف هاد المسألة هادي. أونسويت عندنا لا كويزين، تا هي غادي نبدلو ليها لو ستيل دو أشيغ ديالها. يعني عندكم لو شوا، يعني ماشي بالضرورة نديرو ليها أشيغ، يعني غير بوغ أنيمي لو بلون ديالي. غادي نعاود نرجع لأوتي الأشيغ ديالوغ دو ريكلاج، ناخد مثلا هاد كارلاج، نبدل لاكولوغ ديال أشيغ ديالي، ناخد مثلا مارون، أون تخاسي، هنا لاحظو معايا، هنا ملي غادي نوصل لاكورب، غادي نوقف عند لالين ديالي دغوات. ونجي لهاد لو كوتي هذا، لاحظوا معايا مزيان، كنجي لهاد لو كوتي ديريكتومون،
وكنكمل دابا غادي نشوفوا جوج ديال الطرق. هذه المساله هذه نقدروا نستعملوها لا بالنسبه للادال ولا بالنسبه للاوتيل اشير. المساله مهمه بزاف، دي فوا كنلقى مشكل ما كنعرفش كيفاش ندور مثلا هذا الاشير على هذا لاكورب هذه. في هذه الحاله هذه شنو كندير؟ كاينه التكنيك الاولى ملي كنتراسي يعني بوليغونال، كنعاود نرجع ناخذ فلاش، كنسيليكسيوني الاشير ديالي وكنجي نكليكي في هاد لاغيط ماشي في لي بوين، في لاغيط اوتوماتيكمون كيعطيني هاد الفونيتر هادي. هنا كنجي ناخذ لو دوزيام شوا، كناخذ كوربي اغيط، هادو معايا كوربي اغيط، وكنقاد ديك لاكور. هادي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه غادي نرجع كونترول زد. الطريقه الثانيه كنسيليكسيوني الاشير ديالي، كنسبيسيفي ان بوين، يعني هنايا لاحظتوا معايا كليكيت على البوان ماشي على لاغيط، كيعطيني فونيتر ديفيرون على الاولانيه في هذه زوبسيون هذه وحدين اخرين. كنجي هنايا كناخذ موان يعني ناقص موان، وكندير اسباس. اسباس هو الراكورسي ديال الباغيت ماجيك، وكنكليكي في البلاصه اللي باغي نحيد اوتوماتيكمون كينقصها. غادي نعاودها، قلنا كنكليكيو على بوان، كنختار هنايا موان، وكنكليكي على اسباس، وكنمشي نكليكي في البلاصه اللي بغيت نحيد. هذه الطريقه الثانيه. كاينه الطريقه الثالثه وهي اللي سهله. اش كندير؟ كناخذ اوتي الاشير اسباس، حلو معايا مزيان، اسباس اسباس يا باغيت ماجيك، وكنكليكي بلا بوطون غوش، واوتوماتيكمون كيعمر ليا داك الكونتور اللي ما عندوش، اللي بحال تنقولوا حنا اللي ليميتي، خاوي إليميتي في لو كوتي ديالو، يعني داك العشيق ديالو ما يمكنش ما عنده فين يخرج. اوكي دونك هادي الطريقه الثانيه. اونسويت من بعد ما درنا هاد العمليه هادي، غادي تلاحظوا معايا بلي عندي هنايا لو تخيت كوب، يعني لا كوب ديالي هنا بلاصه مقطعه نوار انتراسي حتى هو. غادي ناخذ لين هنا ميو، ناخذ بوينتي عندي لو تخيت كوب بالنسبه لاكوب ا ديز من لي سكالي. هنا غادي نطلع بهذا الخط يعني على حسب لاكوب ديالي اين اتجاه كتشوف. هنا انا ديجا خدمت بالكونتيني دونك باش نفاليدي كخصني نكليكي على اخر بوان ساليت فيها. هنا واحد الملاحظه، هاد لو تخيت اللي خرج غادي ندير فيه فلاش، يعني غادي ناخذ اوتي الفلاش ونجي نسيليكسيونيه ونمشي الفلاش. هنا كنشوف ان اتجاه غادي تشوف لي لا فليش ديالي، هنا جاتني بالعكس دونك غادي نقلبها ونكوبي هاد لا فليش للجهه الاخرى كونترول ال، عاد ديك الساعه نعطيها السميه ديالها. نفس العمليه غندير لاكوب بي بي لين تقريبا دايزه من هاد الاتجاه هذا. من بعد باش نحافظ على نفس لاطاي ديال لافليش، كنسيليكسيوني هاد لافليش اللي درت في لاكوب ا، وكنقول ليه كونترول ال اللي هي كوبي، وكنكوبيها للجهه الاخرى. من بعد كنقول ليه كونترول ار اللي هي روتاسيون، وكنغوطيها كونترول ال اللي هي كوبي، وكنكوبيها. بون تكونوا ان شاء الله استفدتوا من هاد لابارتي هادي. ان شاء الله الحصه الماجيه غادي نحاولوا نكملوا داكشي اللي بقى لينا في هاد لو بلون دو سوسور، وندوزو ان شاء الله للريتشوسي.